يعني في ناس ممكن تبص للمستقبل او طول الوقت هدفها بتبص لقدام بالعشر سنين وعندها الهدف الكبير وحطاه في دماغها بس وبتجري عشان توصله، لكن مش مركزة، مش بتعرف تانجوي او تبقى مبسوطة بالجيرني او بالطريق طول ما هي ماشية، لان هي مركزة في الهدف الكبير بزيادة. Amazing. الواحد ممكن يتعامل مع الموقف ده ازاي؟ ده انت قلتيها احلى مني، هو ده بالظبط، هي دي بالظبط المشكلة، ان انت بتبقي فعلا مركزة على الاند ريزولت مش شايفة دلوقتي، لكن هو الفن كلها في الجيرني وانت رايحه. طب الواحد يتحكم في ده ازاي؟ لو حد طول الوقت بيبص لقدام يتصرف ازاي؟ بصي، في فوكس باترن، هي اكتر باترن بتودينا في داهيه، ان انا يا اما عايش في الماضي وحصل لي وكان فيا ودي الجزء اللي فيه دور الضحيه بيظهر قوي، يا اما عايش في المستقبل وانا خايف من بكره وهعمل ايه. فالحاجه الوحيده الواقعيه والحقيقيه هو دلوقتي اللي انت عايشه فيه. مش غلط ان انت يبقى عندك فيوتشر وعارفه انت عايزه تروحي فين وحاطه تارجت وحاطه جول، بس الغلط ان انت تو جيت كونسيومد في الجول ده. فلما دايما بتفكري نفسك انه انا اصلا ليه بعمل ده، بعمله عشان احقق 1 2 3 اللي ممكن يساعد ناس تانية في 1 2 3، فبتلاقي ان انت اتس اوكي ان انا امشي اون ماي اون بيس، يعني فاهمه، امشي على مهلي، اصل مفيش حد بيجري ورايا، يعني انا اللي نفسي احقق ده عشان اساعد ناس تانية، وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. يعني انت طول ما انت حلمك مرتبط بالاخرين او بمساعدة الاخرين عشان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مش بيسيبك. انت بتلاقي اوتوماتيكلي لما انت بتهدي زيادة عن اللزوم في حد بيجي يقومك يقولك ايه يلا بينا ولا ايه ورانا حاجات نعملها، يعني عارفة. فاي بليف ان انت اهم حاجة ان انت تبقي فاهمة حقك على نفسك ايه، ده مهم جدا، ودي من الحاجات اللي احنا بنعملها في السيشنز، ان انت لازم تبقي فاهمه انه احنا مش بنجري وما فيش حد بيجري ورانا، اتس اوكي تيك يور تايم وبالراحه، بس احنا هنحقق ده ايفنتشلي، فشايفين احنا رايحين على فين. فبتصحي كل يوم انا مبسوطه النهارده لان ورايا كذا وكذا وكذا وهعمل ده وده هيوصلني لكذا، يعني انسوم. وحلمك الجاي ايه يا كريمان؟ بس عندي احلام كتيره قوي الصراحه. انا عندي احلام كتيره، بس مينلي اقرب حلم انا I created dreamers of Egypt عشان انا بحب الناس اللي بتحلم، بقدرهم قوي، وبالنسبه لي انت عندك قوه خارقه. انا مؤمنه جدا ان ربنا ما حطش في قلبك حلم غير وهو عارف انك تقدري تحققيه. فلما ابتديت dreamers of Egypt كانت فكرتها ان انا اديك العلم اللي يساعدك تحقق ده وانت مبسوط ومرتاح.